بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة معانا وصفة جديدة، هنعمل حاجة خير في البيت وفي نفس الوقت روايح بقى الشتاء، وهنعمل حاجة طرية مخبوزات في البيت. هنعمل القرص الطرية. معانا هنا كده في البولة او البلاستيكة او الكروانة الاستانلس، الطبق الاستانلس كده، حللنا 3 كيلو دقيق فاخر، تمام. هنعمل البكاكيم او الكماج اللي بيقولوا عليه، او القرص الطريه في البيت. هنعملها بالطريقه دي كده. جبنا 3 كيلو دقيق، نخلناه زي ما انتم شايفين كده، خلاص حللنا الدقيق. ادي 3 كيلو دقيق، بسم الله ما شاء الله. 3 كيلو دقيق يا جماعة، هنحط عليهم ايه؟ معلقة سكر. معانا هنا معلقة سكر كده، نقول بسم الله، نحط بايدينا مش مشكلة يعني. معانا معلقة سكر كده، مقدار معلقة سكر، نقول بسم الله. ومعانا معلقة ملح زي ما انتم شايفين كده اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. حبة كمان، ومعلقة خمير. معانا معلقه خميره بيره كده، انا بحب الخميره البيره عن الخميره الفوريه صراحه، بتدي نتيجه احسن، تمام. وهنحط عليها كيس بودر، الكيس البودر. طب ليه بتحط كيس البودر؟ بحط مع بودر مع الخميره، مش بستكفي بالخميره بس، عشان البودر بيفتح قلب البقومه او القرصه زي ما بتسموها بقى، بيفتح قلبها كده، ما يخليهاش مكتومه كمان، ويخليها هشه وجميله. هنقلب بقى كده، بسم الله ما شاء الله. ومعانا هنا لبن، بسم الله الرحمن الرحيم. بس هو ده لبن رايب زي ما انتم شايفين كده، لبن رايب يا جماعه، بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه تحطي لبن رايب مع حليب مفيش مشكله، انا عندي لبن رايب. هعجب فيه القرصتين الحلوين اللي مش شايفينهم دول، بسم الله الرحمن الرحيم. وكمان معانا هنا التلاتة كيلو، حط عليهم كل كيلو كوباية سمنة، بسم الله الرحمن الرحيم. هلم العجينة بقى واعجن الأول، هعجن كده عشان ايه؟ بعد كده هتتلت كويس، لازم ألت العجين كويس عشان نشغل الجوليت اللي فيه، ويبقى فيها عرق كده يعني، ويبقى حلو. لو لسه في دقيق والعجينة نشفت معاكي مفيش مشكلة، تزودي بمية لو ما عندكيش لبن. عندك لبن ممكن تزودي بيه. نكمل بحليب او بمي، نكمل بقية العجن كده. الاول هلم الدقيق كله لو لسه في دقيق، لحد الدقيق كله ما يختفي. لسه في دقيق تحت اهوت، وانا شغاله كده بلم من الجناب. لو عندك عجان، بس بتهيألي العجن في البولة او الطبق كده احسن، علشان الكمية كبيرة
هي هتتعبنا شوية. خلاص بقى خدنا على العجين، لازم تعجنيها وتبقى حلوة معاكي. الأول بتبقى كده، وبعد شوية ان شاء الله هتبقى حلوة. وانت شغالة لمي الجناب كده عشان العجين ما ينشفش على جناب البولة، وتلم العجينة كده كده تمام، مش عايزة حاجة خالص. هنحط حلنا بقى فيها ونلبتها شوية حلوين. بسم الله ما شاء الله، واسيبها تخمر، هغطيها واخمرها، هنغطيها بكيسة كده عشان ما تعملش قشرة، وهنطر عليها كمان او هفرد عليها كمان حتة قماشة عشان ما تعملش قشرة وتخمر بسرعة كده، الكيس بيخمرها بسرعة. لما تخمر هوريها لكم. نشوف بقى، نفتحها على العجين بعد ساعة كده. بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله. بس يا جماعة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هنلم كده العجين كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وهناخد الكيس كده اهو. وهنعمل بقى كور منه صغيرة كده جنبنا طبق. طبعا بتبقى ايه، كل ما تبقى محمدقة قد كده بتبقى حلوة. جنبنا طبق كده هنحط فيه كده كده، حاجة بسيطة خالص، وبتعملي بتملي بيتك بالخير. ويا قرص قرصنا بقى كده يا جماعة العجينة، وسبناها ترتاح بعد ما قرصناها كلها 5 دقايق. تعال نبططها مع بعض بقى كده بالنشابة. انا حاطة هنا على الطبلية بتاعت الخبيز شيء لا يذكر يعني من الدقيق، عشان بس تساعد القرصة تتفرد معاه. انا بفردها يعني حاجات بسيطة خالص. طبعا بعد ما سبتها ترتاح على الصينية شوية فبتبقى سريعة في الفرداية. تفردي كده بايديكي او بالمبينة او بالنشابة زي ما بتسموها على الطبلية. انا عاملة طبلية للخبيز، يدوبك حاجات بسيطة بس دقيق كده عشان بس تمشيها. لو لقيتي دقيق كمان عليها تمسحيه تمام، ما تقلقيش خالص الدقيق ما بيثبتش على القرصة، لان احنا بنفرد قماش فالقماش ده بيمتص الايه القرصة خالص. انت بتعملي بكاكيم جميلة وتحفة فما تخافيش. بصي الطبلية نظيفة يا دوبك ايه، لو لقيتيها بس هتمسك معاكي على الطبلية بتقومي جاية بايديكي كده مسحة بسيطة. شايفين انا بوريكو هنا السمك، حاجات بسيطة خالص شايفين كده، وايد بالمبينة او النشابة والايد التانية بتزق معاها وبتساعد معاها بتفرديها عشان تطلع مدورة وحلوة زي ما انتوا شايفين كده. يا رب انا خبيزي يكون بيعجبكم. ان شاء الله هنعمل مع بعض الفطير والرقاق. حطينا هنا على صينية فردنا عليها قماشة، وبين كل طبقة وطبقة قماش، وفي الاخر هغطيها بكيس واسيبها ترتاح هنا. بعد ما ارتاحت 10 دقايق، نص ساعة، ربع ساعة، قبل ما تجهزي فرنك وتمسحيه كويس. انا بعمل على الحديد على طول اول عرصة، بخبز مش بخبز في صواني زي ما كتير ما بيعمل. بمسح الارضية بتاعت الفرن كويس واخبز عليها. هنا بقى
القصة هنا في الخبيز. الخبيز يا جماعة هنا بيحتاج نار عالية وهادية خالص من تحت، شايفين ما شاء الله القرصة بتقب على طول علشان واخدة التخمير بتاعها، بيتخمر مرتين، بخمر العجين وبعدين اقرصه واسيبه يرتاح ويخمر شوية، وبعدين بطاطه زي ما شفتم كده او افرده، وبعدين عبال ما اجهز نفسي يكون ارتاح للمرة التالتة كمان، مش خمر او يعني هو بياخد حقه في التخمير كويس. اهم حاجة العجين، شايفين الجمال، بسم الله ما شاء الله. معانا بقى العصاية بتاعتنا، حرك بقى القرصة كده، انتي كل واحدة عارفة بقى السوا بتاع فرنها انهي اللي بيشتغل بسرعة. ريحة الخبيز في البيت بتبقى جميلة وبتبقى خير وبركة. انا عندي الفرن بتاعي ده قديم شوية بس بيسعفني جميل، بسم الله ما شاء الله، صغير ومحدق كده على قدي. معاكي هنا حاجة بقى بتطلعي عليها كده، مطرحة اللي هي اللي بتزقي بيها العيش، او بتعملي لها واحدة مخصصة ان انتي تطلعي بيها حاجتك من الفرن. شايفين الجمال، بسم الله ما شاء الله، النار مش مبينة القرصة من جوه علشان النار عالية، وهي البكومة بتحتاج نار عالية بس هادية من فوق من تحت، الشعلتين عاليين زي ما انتوا شايفين النار جوه ازاي. انت لو عملت النار هادت منك شوية بتطلع القرص او البكاكيم صفطانة وما بتبقاش كويس. شايفين ايه رأيكم بقى في الجمال ده، بسم الله ما شاء الله، من 3 كيلو دقيق مالينا البيت خير والروايح بتاعت الشتاء. شايفين بقى، شايفين انا بهدف ازاي. طبعا اللي واخده على العجين والخبيز بتبقى عادي وبالنسبة لها، ما تخافيش، مرة في مرة في مرة كده هتاخدي على الحدفة بتاعت القرصة ديت. بعملهم كلهم كده، بسم الله ما شاء الله، كله بيهب، الله اكبر. شايفين الجمال، الفرن بتاعي رايح في داهية خالص، عايز يتجدد وعايز يتظبط، بس بالامانة هو شغال من زمان، عندي بقاله سنين. اوبا هنا كانت هتقب بس نزلت على الاخر، والعصاية اديتها نغزة كده من الجنب خليتها فست تاني. شايفين الجمال، صفت التاني البكومة دي، مش مشكلة يعني لو واحدة هبطت منك ولا حاجة مفيش مشكلة، يعني ما شاء الله بتبقى طيبة هتتاكل، مفيش حاجة بتترمى، بس اهم حاجة تحمريها وتطيبيها وتسويها كويس. شايفين، بسم الله ما شاء الله، انا لسه عايزة تاني، انا لقيتها بيضة من الجنب ده، لسه ضياري حياري وضياري كده. ايدك عينيكي شايفة الحاجة بتاعتك، شايفين اللي بتتحمر بطلعها على طول، واللي لسه فيها حتة بيضة بفضل الف فيها كده، هو تعب اي نعم، بس ربنا يجرنا على تعبنا ده، احنا بنعمل حاجة لعيالنا، فانتي خديها من نية تغذية اولادك واسعادهم، بيبقوا فرحانين وهم جنبي كده حواليا، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، بياخدوا على طول، وبتبقى سخنة ولسه طالعة من الفرن، ما اقولكمش بقى طعمها بيبقى تحفة. البكاكيم دي او القرص ديت بتعملي بيها بقى، بتاكلي بيها عسل وجبنة، بتتعمل سندوتشات جبنة. شايفين الجمال، الوش حلو زي الفل. بصوا بقى البيكنج باودر مخليها مفتحة وجميلة ازاي، دي تعرفي تعمليها سندوتشات. شايفين كمان، شايفين من تحت عاملة ازاي، من تحت جميلة وطيبة ومتحمرة، ومن فوق زي الفل. يلا حطوا اللايك وشيروا لاصحابكم، يا رب الطريقه بتاعه الكماش تكون عجبتكم.
من 3 كيلو دقيق. فرحي ولادك واعملي لهم اللي هم يحبوه. يا رب الطريقة تكون عجبتكم، اتمنى تجربوها. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الكل. وفي نهاية الفيديو اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.